بسم الله الرحمن الرحيم، معكم وائل ماجد البطاط، متخصص في تطوير أنظمة قواعد البيانات، وبالأخص الآن أركز على الأوراكل أبيكس. وعدتكم أنه أحاول أكون معكم في ورشة عمل لتطوير برنامج تشاتينج بواسطة إطار العمل أوراكل أبيكس 20. من خلال حسابي اللي حجزته مجانا من شركة أوراكل ورك سبيس مجاني، بدي أحاول أطور اللي هو الشيء اللي إحنا اتفقنا عليه، برنامج المحادثة. في البداية راح أعمل صفحة جديدة حتى أضع فيها كل ما يتصل بعمل الماسنجر، وليكن اسمه مثلا هنا تشاتينج اكسترنال تشاتينج. طبعا أنا هحاول أحط نان موديل ديالوج، يعني يكون عندي صفحة منفصلة عن التطبيق، وأستطيع أن أنا أضع فيها كل ما يتصل بالتواصل الخارجي مع الزبائن. ضروري جدا أكون أنا بصنف الصفحات. بصراحة أنا كان في عندي مجموعة من التصنيفات هنا في البيج جروبس، واحد منهم ممكن يكون ماسنجر. نعم، هذه الصفحة الآن رقمها 77، ممكن أعمل إلها يعني رابط، وحنشوف هذا الكلام كيف نتحكم فيه. نحكي هنا التواصل الخارجي، تسميها التواصل الخارجي، next، انتهينا من اللي هو إنشاء صفحة فارغة. تم فتح الصفحة، طبعا الصفحة فارغة ما فيها أي شيء. خلينا نحاول ننفذ التطبيق تبعنا ونستعرض لوين بدنا نصل في حلقة اليوم أو في محاضرة اليوم، لأنه تم تجهيز يعني شغلة سابقة. هنعمل رن للتطبيق داخل المنصة عندي، هيكون الصفحة الفارغة. نعم، هي في مجتمع الصفحة، طبعا هي الصفحة التواصل الخارجي، هي الصفحة اللي احنا توي انشأناها. نان مودال بيج، هنعمل هذا الشيء احنا اليوم ان شاء الله رب العالمين بالشكل هذا. بعد ذلك ان شاء الله اذا كان قدر الله سبحانه وتعالى واستمرنا في الورشة هنعطي افكار مختلفة، يعني هذا اللي راح ننجزه اليوم ان شاء الله رب العالمين. اذا في التواصل الخارجي ما في عنا اي شيء، الان بدنا نبدأ نضيف الشغل تبعنا. هنيجي على الصفحة اللي هي رقمها 77، هننشئ two regions. هاي الصفحة الرئيسية عندي، هاي region create region، هاي كمان region. region للبوتون، هنا buttons مثلا، وريجن تانية للتشاتينج اللي هي المحادثة. لو فتحناهم التنتين وجربنا الآن التواصل الخارجي، في عنا هذا الشكل. هنضيف زر للمحادثة اللي هنا اللي هي للبوتونز، لأنه احنا اليوم حيكون في عنا بوتون، بس مستقبلا حيكون عنا مجموعة من البوتونز، وهنا حيكون في عنا شاشة المحادثة. تمام، إذا هنبدأ بإضافة بوتون، كرييت بوتون. هذا البوتون بدنا نعطيه ليبل، وليكن الليبل هذا شات ديسبلاي، اسمه مثلا ديسبلاي بي تي ان، وليكن القيمة الافتراضية عنده هنا مثلا open او close اللي هو الليبل تبعه. ما في تفاصيل تانية، الحدث تبعه هنا submit page، هنغيره ان شاء الله الان. الفكرة هنا انه احنا بدنا نخفي
الليبل اللي طلع اللي هو هذا الخاص الهيدر تبع البوتونز، ما بدي اياه يظهر. فباجي على خصائص الريجون هنا، بختار الهيدر نون فيزابل، هي هيدن. ممكن اختار كمان الستايل ان انا اعمل ازالة للبولدرز. هذا الشكل الاول. محادثة خليها تبقى كما هي محادثة، ما في مشكلة. التواصل الخارجي، اذا اختفى اللي هو الليبل او الاطار تبع الريجن. الان كيف بدنا نرتب العناصر هذه على الشاشة بحيث يظهروا في الاسفل هنا؟ هذا كلام مرتبط بخبراتنا واللي احنا راح نتعلم ونراكمه من خلال استخدام CSS، يعني ستايل شيتس. هذا الكلام بيتطلب انه احنا نعمل التالي. اول شيء لازم نعطي البوتن هذا يا كلاس يا اي دي حتى نتحكم فيهم احنا، ونفس الشيء هذه هنتحكم فيها من خلال كلاس او من خلال اي دي. راح استخدم للتنسيق كلاسز سي اس اس لكلاهما. حاول اعطي البوتون مثلا كلاس سي اس اس وليكن اسمه open chat. لازم اكون حساس للاحرف. وهذه المحادثة وليكن اسمها chat panel، اي اسم بختاره انا اسفل هنا chat panel. طبعا عشان اشتغل واتحكم بالبوتون الان بختار له اسم حتى اتعامل معاه بالجافا سكريبت او بالجي كويري او بالابيكس فريم ورك الخاص بالمستوى الجافا سكريبت، الاي بي اي بسموها ابيكس اي بي ايز. الان انا هحاول اعطي اسم، انزل على الستاتيك اي دي واسميه مثلا هنا اوبن PTN. هذه مجرد أسماء لها تبعات، إن شاء الله تبعاتها الآن بتبين. في رأس الصفحة هنا راح أعمل الكلاسز اللي هتحكم من خلالها البوزيشن وشكل اللي هو اللي بدها تبين فيه البوتون هذا نفسه والمكان اللي احنا هنعمله للمحادثة. وبالتالي خلينا ناخذ بالاعتبار ناخذ الكلاسز اللي اعطينا اياهم. هذه الكلاس الاول. نيجي على الصفحة الرئيسية اللي هي خصائص الصفحة، وبننزل على السي اس اس ان لاين، وهذا لاحقا هنغيره ان شاء الله بعد ما يكتمل معنا التطبيق ونحطه في ملف خارجي. شكل الكلاس في السي اس اس لازم نحط له نسبقه بإشارة الدوت، ونضع هنا مجموعة من الخصائص. والبوتون نفس الشيء، اخترنا له كلاس نبحث عنه كلاس كأن وضعناه، نعم هنا الخطأ، هنضع على نفس البوتون نفسه كلاس وسميه open chat. هذه مجرد حاوية أو كونتينر للبوتون. إذا صار عندي بوتون إلو كلاس اسمه open chat، واسمه العنصر جوا الدوم. نعرف إحنا البراوزر بيكون عبارة عن عناصر بنجيب من خلال الاسم تبعه الستاتيك اي دي او الاي دي نفسه. فممكن نعمل find element by id او find element by class. هذا الشغل اللي بنى عليه كتير من اطر العمل الخاصه بالجافا سكريبت. احنا اللي بيعنينا الان انه الاسم هذا هستخدمه انا الان، ممكن استخدمه في السي اس اس وممكن استخدمه في الجافا سكريبت. لكن انا عملت الاسم الاي دي
راح استخدمه الآن في الجافا سكريبت، والكلاس اللي أنا حطيته هنا حستخدمه في CSS. إذا حرجع مرة ثانية أخذ في رأس الصفحة هنا في خصائصها أضع خصائص الكلاس الثاني الخاص بالبوتون. طبعا أفضل مكان نروح عليه ونشتغل ونبحث اللي هو W3 School، مثلا نيجي نحكي CSS زائد position اللي هو الموقع تبعنا، وين بدنا نحط العناصر. فهنلاحظ هنا W3 School هي مرجع مهم كتير جدا، هتتفاجئوا في نهاية اللي هو الورشة في بعض الشغلات. طبعا أنا هختار اللي هو الـ position fixed، هاي أول خاصية زي الحاجة هنا، هنا الـ position fixed وهنا الـ position fixed. لغاية الآن ما صار إشي، كل واحد في مكانه حيبقى من غير ما يتغير. هبدأ بخاصية البوتون، البوتون آسف اللي هو من أسفل، وغالبا بكون المكان اللي أنا بدي أحدد فيه اللي هو من الإكس آسف الواي، تمام، من أسفل إلى أعلى. إذا البوتون هي خاصية البوتون. البوتوم هذه لو حطيتها مثلا 25 بيكسل مثلا، وهذه البوتوم فوقها يمكن نحكي 40 دي اكس، سيف ونعمل رن لنشوف الشغل وين صار. هاي التواصل الخارجي، لاحظوا صار عندي في الاسفل البوتوم نفسه، هذا صار عندي المحادثة، لاحظوا هذا البوتون هيو عمل سبميت للبيج لأنه باي ديفولت معمول هو بيعمل سبميت دائما ال HTML بيعمل سبميت. طيب الآن إيش ضل؟ نحن نجيبهم يا على اليمين يا على الشمال، فممكن نيجي على الخاصية هنا زي ما كان موجود عندنا هنا، مثلا نيجي نختار رايت أو ليفت كما نشاء، يعني وين بدنا نحطه، وليكن رايت صفر ورايت صفر كلاهما انه فوق بعض يعني هيكون. طبعا انا مش ويب ديزاينر لكن يعني بتعلم ولا بأس انه نكون فول ستاك ديفلوبر، وهذا مهم كتير جدا ان احنا ندركه تماما، انه مش دائما يتوفر اللي هو المصمم. صاروا كلهم على جهة اليمين، ملاحظوا موجودين في نفس المكان هذا. أوكي الآن بدنا نتحكم بالعرض، طول بالعرض الويدث مثلا، ده كلاهما ممكن يكون نفس الحجم ممكن مش نفس الحجم، وهاي الويدث. التسلسل مش مهم كتير بين التنين مختلفين، لكن قد أكرر أنا هذه الصفة جوا خصائص العنصر، فبالتالي هذه حتلغى وهذه اللي حتكون فاعلة. هذا اللي بصير لأنه من أعلى إلى أسفل زي لغات البرمجة كلها، لكن كونه الآن المحصلة النتيجة وكل واحد مختلف عن الثاني يعني ما في تكرار، فبتصور الترتيب مش مهم الآن. صار عندي الويث بالشكل هذا، سيف. طبعا ما في ان انا اضغط رن لانها من نوع مودال او نن مودال يعني مش نورمال، فما راح تبين عندي، صار المساحة اكبر. طبعا في ان انا الون واغير وابدل، طبعا هذه بدنا نحدد لها طول معين وارتفاع معين. ممكن نيجي على الكويك ايديت هنا ونيجي على المحادثة ونحدد اللي هو الطول تبعها، الهاي تبعها مثلا وليكن 320 بكسل، هاي سيف. لاحظوا كيف صارت المكان صار واضح عندي او الشكل واضح في الاتجاه. اذا ما اخذ كتير من الشاشة من اليمين ممكن نزود اللي هو الرايت، ممكن نيجي هنا على الرايت وليكن هنا مثلا 20 بكسل،
وهنا 20، حتى يكون في مساحة على ال يعني متاح. طيب الآن أنا أول ما بدي أبدأ عشان أعطي نوع من التفاعل، وأحيانا بحتاج إنه أنا بكون شغال في المحادثة، فبدي أسكرها، ما بدي إياها تكون مفتوحة. حتى أخفي هذا العنصر، فبدي أبدأ الآن أشتغل جافا سكريبت. ممكن أشتغل جافا سكريبت بيور جافا سكريبت كود، أو أشتغل جي كويري اللي هي سبورتد من الأوراكل أبيكس. حتى أتحكم فيها بدي أعطيها اسم أو ستاتيك أي دي حتى أستطيع أعاملها أو أعالجها بالشكل اللي بدي إياه. الآن لو أجيت على المحادثة هذه ونزلت وأعطيتها ستاتيك أي دي وليكن مثلا ماي فون، أخذت اسم. الآن في الصفحة أو في خصائص الصفحة ممكن أكتب الجافا سكريبت كود هنا function and the global variable declaration، أعرف اللي هو الـ functions أو الـ variables اللي أنا بدي إياها. طبعا في إن أنا أستخدم جافا سكريبت، في البداية لازم أفكر دائما السيلكتور، السيلكتور اللي هو المقبض اللي أنا بمسك منه العنصر اللي جوا الدوم. في أكثر من طريقة زي ما حكينا، أنا راح أستخدم الجافا سكريبت أو الجي كويري. لو نيجي نحكي جافا سكريبت، طيب بحث زائد خلينا نحكي سيلكتور، جافا سكريبت وليس جي كويري، ما اعتقدش انه هذا. طيب هو حنجده، يعني نبحث في الجافا سكريبت هنجد اللي هو find element أو item by id زائد جافا سكريبت، صحيح. أيا كان الطريقة اللي موجودة هنجد يعني أكثر من طريقة أو أكثر من منهج. طبعا ممكن أبحث get element، أعتقد get element by class name، get element by id، نعم أعتقد هذه هي صحيح 100%. هذا العنصر وهذا الكود ممكن أستخدم الآن، أنا أستخدم جافا سكريبت. ممكن أجي هنا هيك أذكر هنا الايتم اللي أنا بدي أشتغل عليه، الايتم اللي انا بدي اشتغل عليه اسمه ماي فورم، على ما اذكر ان انا سميته، هو حساس برضه لحاله الاحرف. الان بدي اشتغل على خاصيه او على مجموعه من الخصائص، فينا ان احنا نتحكم فيها زي ما بدنا، وليكن خاصيه الاسم لاي. خلينا نرجع برضه هنا نتكلم دوم ايتم display هنا هو الخصائص. أنا بحاول إنه أنا يعني كورشة عمل، نمط ورشة عمل، إنه إحنا نبحث دائما على المصادر، وإحنا بنبحث بنجد المعلومة. أما ناخذ الأمور جاهزة فسهل إنه إحنا نسخ ولصق إنه إحنا نوجدها، لكن أنا بحاول إنه أنا يعني أساعد قدر الإمكان الشباب، خاصة إنه إحنا كنا بنشتغل مع الفورمز والريبورتس، ما كان في عنا يعني رؤية للويب تكنيكس. نعم وليكن هنا display، طبعا هذه CSS أنا بس بدي أتحكم فيها بالجافا سكريبت، display زائد جافا سكريبت. هاي الخاصية اجت بالشكل هذا، وهذا اللي انا ببحث عنه. اذا هنا الخاصية دوت ستايل دوت ديسبلاي، هذه طريقة. الطريقة الثانية اللي هي استخدم الجي كويري، ويمكن هي كل واحد بيختار الطريقة اللي بده اياها.
إذا هنا بدي أجي أحكي jQuery زائد selector. وناخذ المنهجية اللي بيستخدمها هو. طب ليش هذه W فليس كود؟ أنا برتاح في العمل معاه. نعم الشكل هذا الناس اللي اشتغلت بي اتش بي هذا كأنه متغير. أنا بالشكل هذا راح أشتغل نسيف نفس الكود هذا حكرره. وهنا ماي فورم بس في الجي كويري السيلكتور عنده هنا ممكن يعمل سيلكشن لايتمز تتبع لنفس الكلاس او ايتمز الها اي دي. اذا كانت كلاس بدنا نحط دوت، واذا كانت اي دي يعني اسم فريد لا يتكرر على نفس الصفحه فبدنا نحط اللي هو الهاش. كلمه ستايل ديسبلاي هتختلف الان في الجي كويري، هتاخد دوت سي اس اس نبحث عنها هنا إذا موجودة. نعم هيها بالشكل هذا دوت سي اس اس وناخذ الخاصية سي اس اس. ايش الخاصية عندنا كانت ديسبلاي. هنا في الجي كويري اسهل، هو كان مرحلة ارقى من الجافا سكريبت، انه احنا لو حطينا القيمة او الخاصية اللي بنبحث عنها معناته انه احنا بنعمل جيتنج بسموها جيتر. اما لو حطينا فاصلة هنا وحطينا values معينة اذا انا بعمل ستر سيتنج يعني بعدل. فانا كل اللي بدي اعمله بدي اعدل بصراحة، بدي اعدل على خاصية مين؟ الديسبلاي. اذا هنا باجي بحط الخاصية display والقيمة تبعتها نن. هذا الكود هو هذا الكود، هذا الكود مكتوب بالجافا سكريبت وهذا الكود مكتوب بالجي كويري. أي واحد منهم بدنا نستخدم، نجرب واحد واحد. هعطل هذه. أوكي، لاحظوا نان يعني البلوك اللي تو كان ظاهر لنا قبل محفظ. خلينا نرجع تاني نشوفه. المحادثة هي as block الآن. الريجون as block عاملة. لما اغير في السي اس اس تبعها واخليها نان بالشكل هذا، نعمل سيف وبننفذ، بطلت موجوده اختفت. تمام، لما بدي اياها تظهر بدي احولها الى بلوك. اتمنى انه الامور تكون ماشيه صحيح. طيب لو بدي اجرب بالجي كويري مش بالجافا سكريبت. اوكي سيف ايران نكبر هذه، فعلا اختفت. الان احنا بنختار المنهجيه اللي بدنا نشتغل عليها. بدنا نختار جافا سكريبت نختار بيمشي الحال، جي كويري بيمشي الحال، واعتقد في الاوراكل ابيكس كمان ممكن نيجي نكتب ابيكس دوت ايتم. تمام ونكمل، وهذا هو المفروض ان احنا نركز عليه اذا كان بدنا نشتغل على الفريم ورك فقط اللي هو الاوراكل ابيكس، لانه هذه هي الابيكس اي بي ايز اللي موجوده عندنا. لو شفناها ابيكس دوت ايتم هنجد في اللي هو الدوكيومنتيشن اكيد في مجموعه من الاشياء. في هاي set value set item height هذه كلها جاهزة بدها تكون يا جماعة. تمام يعني مثلا هذه ال hide هاي show هاي ال hide، فهذه العناصر بدها تكون موجودة. apex item بدي أذكر اسم ال item اللي موجود جوا ال apex. تمام هذه المنهجية برضو هذا جافا سكريبت إخواننا، هذا جافا سكريبت موجود، هذا تطوير كإطار عمل جديد خاص مختلف عن الرياكت نيتيف، خاص عن اي اطار عمل بالجافا سكريبت. هذا هو اوراكل طورته خاص بالشغل تبعها. واذا بتلاحظوا كمان فتره لما بنشتغل على الدايناميك اكشنز
معظم الديناميك اكشنز هي بالخلفية بتستدعي اللي هو الـ APIs تبعت الأوراكل أبيكس، مش تطرف لكن حرص، إنه أحيانا الواحد بيضطر إن هو المجتمع تبع اللي هو أوراكل أبيكس لا يزال صغير، يعني مش بالمستوى زي اللي هي أطر العمل المختلفة. يمكن حيزعل مني بعض الناس، هذه حقيقة الآن. فأنا بفضل إنه أنا أشتغل على الجي كويري بالشكل هذا، حتى يعني إذا كان بدي مساعدة، بدي أبحث عن أي حاجة جاهزة، فممكن أجد أي أحد في المجتمع إن هو يعطيني الحل بالجيكويري أو بالجافا سكريبت. وأنا راح أعتمد الآن في شغلي على اللي هو الجافا سكريبت، وفينا نعمل ميكست يعني بصراحة، بس هذا مش منهجية لكن أحيانا نحتاجه. تمام، إذا أنا أول حاجة عملتها إنه أنا الماي فورم هذا أخفيته، هذا الاشي. طب هذا الاشي بده يصير كيف؟ هل مباشرة انا مباشرة بدي، لا بدي اعمله جوا function، وممكن اعمل اكتب كلمة function واسميها close form. لسه انا ما حكيت apex، بتكلم الان يعني في التجهيز للمحادثة. close form ونفتح begin و end، هاي أول واحدة. العكس عن هذه، طبعا الآن أنا خلاص حمحي هذه، ما بدي إياها تشوفوها. تمام، هعمل دالة ثانية كنترول سي كنترول في وخليها open form. open form هذه المرة الديسبلاي. طيب كيف بتضربط؟ أنا بحكي سي اس اس عمال، هاي في سي اس اس هنا، ليش بنتكلم في الديسبلاي؟ ممكن يكون بلوك او حاجه زي كده، حتى لو بحثنا جوا جوا خصائص السي اس اس، لانه انا بستخدم الجي كويري للتحكم بخصائص السي اس اس. سي اس اس زائد ديسبلاي، حتى نشوف من وين بدها تيجي القيم. هيها من هنا. تمام، هي هذا مثال موجود أمامنا. أنا هاخذ اللي هو القيمة هذه، بس طبعا هيك أنا صفتها داخل اللي هو ملف الستايل شيت ورا بعض حطيتهم، لكن أنا الآن برمجيا هحتاج إن أنا أتحكم فيهم، وبالتالي بدي أستخدم المنهجية هذه أو المكتبة اللي اسمها CSS. هي دالة جوا اللي هو الجيكوير، المكتبة الكبيرة. إذا صار عندي دالتين، دالة للكلوز ودالة للأوبن. طيب مين بدي اياها تكون في الحالة الافتراضية؟ مثلا الاوبن هذه خلاص هي نسخ، اوكي. باجي على الاكسكيوت وين بيش لود، بحطها هان وبحط فاصلة مضبوط، سيف ونعمل ران للصفحة تبعتنا، ظهرت از بلوك. لو غيرت وخليت كلوز فورم، انسخه كما هو الآن open form وهي close form، هتختفي. طيب هي close form، save وننفذ. هنا هيها مخفية مش موجود. انا حطيت الزر هذا ان لما اضغط عليه يروح يظهر الريجون، ولما اضغط عليه ضغطة ثانية يختفي. في ان انا اعمل كمان function او استدعيها من خلال الاوراكل ابيكس، الامر راجع لنا. انا بفضل ان انا اعمل دالة، زين انا ممكن اعمل دالة واخلي نفس الزر يتغير، لما يصير close يفتح ولما يصير open يسكر، يكون عكسهم زي التاجلز هذه اللي في الجي كويري. هحاول الآن أعمل function أسميها أي اسم بدي إياه. خليني أبحث في الأكواد الموجودة، مثلا j query زائد تقل زائد text. شوف بعض الناس تقل او، وليكن هذا أو هذا، شوف هذا مثلا
هي معطيني خيار هنا كويس. ناخذ هذا الكود لانه انا بدي اعمل تقل اي كوبي، واجي اعمل الفانكشن تبعتي هنا، اسميه اكتب فانكشن بوتون تاجل او انتر اكتف بوتون زي ما بدي بسميها. هاي بيجن كومنت، حكينا السيلكتور البوتون تبعنا ايش اسمه، بدنا نعرف اسمه او بدنا نجيب الكلاس تبعه. هاي اوكي، احنا في نفس الشاشة. في ان انا اجي على الستاتيك اي دي تبعه او اجي للكلاس تبعه. احنا تو كنا بنستخدم في الكود الكلاس، اعتقد هنا كنا نستخدم، لا كنا نستخدم الاي دي. خلينا نستخدم الكلاس هذه المرة بس هم يعني. اذا هنا العنصر هذا ايش الكلاس تبعه، الكلاس تبعه هنا بده يكون open chat. هاي open chat، نطلع في الكود تبع اللي هو الجافا سكريبت، واستخدم هنا السيلكتور تبعي اللي انا شغال عليه as a class open chat. اذا بدنا احط دوت، اذا انا بدي اجيب كل البوتونز اللي بنفس الكيفية اذا كان هذا الهدف يعني. الآن الخاصية تحت هنا، لاحظوا الخاصية اسمها تكست، واحنا حكينا إذا كان احنا بدنا نعدل بدنا نستخدم حاجتين، بدنا نستخدم الخاصية تبعته والفاليو الجديدة تبعته. هاي الخاصية تكست. الآن الناس اللي برمجت في أكثر من لغة برمجة شاف اللي هو الكونديشن أوبريتور، هذا معناها هاي في شرط. إذا الشرط هذا صحيح جملة F هاي الترو أنسر. الدوت الكولون هذه معناها إلس، معناها إذا هذا الشرط مش صحيح روح نفذ هذا، بس ببساطة. هذه هي الكونديشنال أوبريتور، موجود في لغات البرمجة كلها، سي شارب، سي بلس بلس، بايثون. تمام، إذا إحنا بدنا نسأل السؤال التالي، إذا كان التكست تبعه بيساوي، احنا ايش سوينا للزر؟ ممكن نسميه open capital letter مثلا. في الحالة هذه اذا كان التكست تبعنا open خليه ايش؟ close، وإلا اذا ما كانش open رجعه لمين؟ لا open، يعني لم يكن open خليه، اذا كان open خليه close، هاي الشرط true. طيب صار close هو فعليا، طب بدي ارجعه مرة ثانية فبدي احطه open. هذا اللي بسموها التقل، او اللي هو نفس الكابشن، نفس الاسف العنوان التكست يكون موجود. هذا اول منهجية بدنا نشتغل عليها نشوفها، ما لسه ما في تأثير لسه على الريجون اللي احنا بدنا نشتغل عليها، بس بدنا نشوف الزر هذا هيتغير ويتبدل يفترض. طيب طبعا انا ما ربطته معاه الان، ما استخدمت هذا البوتون. كيف بدي أجرب هذا الكلام؟ بدي أستدعي الدالة هذه. طيب استدعاء الدالة هذه وين بدي يكون؟ ممكن نيجي على الزر هذا، بدل ما يعمل submit الآن أجي أعمل له create dynamic action. الحدث تبعي هو إيش؟ طبعا الحدث هنا click، والناس اللي اشتغلت forms ممكن نعمل as triggers when بوتون بريست. الجديد في الموضوع او اللذيذ في الموضوع انه انا ممكن احط شرط. انا في حاجه اسمها الكلاينت سايد كونديشن، ممكن احط الشرط انه هذول ما يشتغلوا الا بشرط معين. طبعا انا الان طالما انه ما حطيتش الشرط اذا كل شغلي حيكون على الترو، كل شغلي حيكون على الترو ما في فولس. تمام، لانه when true هيك زي ما بنستخدم اللوب الانفينيت لوب كنا نعمل when true when واحد، فهذا هو اللي بصير. when button pressed by default حيكون اوكي. طيب ايش بدي اعمل هنا؟
دعمل اكسكيوت جافا سكريبت كود. ايش الحدث اللي ايش الامر اللي بدي اعمله؟ بدي اكتب استدعي الداله اللي انا توي انشاتها اللي هي اسف اللي هي البوتون تابل. اي نسخ هرجع الكود هنا احطها وانساش الفاصله المنقوطه سيف ونجرب. بسم الله في إشكالية معينة. الحالة هذا أنا حابب أروح على W3 School لأنه قد يكون أنا أخطأت، يكون السؤال هنا بيكون خطأ في الكود، ممكن أرجع على W3 School أنا مستخدم الجافا سكريبت نفسه مش الجيكويري. على العموم ممكن انسخ الكود اللي انا حطيته او ابحث jQuery تقل اوكي نجده في هذا المكان. يعني انا موجود عندي الكود اصلا، هحط الكود طبعا اغير الاسم الجديد واشوف وين الخلاف او الاختلاف. نعم هو هنا رجع مرة ثانية استخدم او استدعيت اللي هو جوا التكست. نشوف هذا معناها جلب قيمة ولا تعديل قيمة. هذا تعديل قيمة. إذن في عنا هنا الـ conditional operator، حنشيل هذا الآن بالشكل هذا نجربه. التواصل الخارجي نعم إيش صار؟ open مرة ومرة close، مرة open مرة close. تمام الآن ضل علي أروح أستدعي الدالة اللي هي الـ open والـ close حتى يكون التفاعل معانا. نفس الكود هذا لما بده يكون الـ open عندي في الحالة هذه ايش بدي استدعي؟ open form هي هذه. في حالة الـ open نستدعي الـ open form نجرب الدالة، وفي حال لا يعني خلاف ذلك نستدعي الـ close form. اوكي سيف نجرب كلوز اوبن صحيح. اذا هيك صار تحكم من خلال السي اس اس والجافا سكريبت. هتوقف الان في هذا الدرس عن اللي هو التكميل على امل ان انا اكملكم اياها في درس اخر.